مرحبا بكم في الدائرة، وضيفي المثير للجدل الدكتور حيدر البرزنتشي، الدكتور لو مفوض الشرطة. لا قطعا الدكتور. طيب ليش يقولون مفوض الشرطة؟ خو هذه أيضا مفوض الشرطة صفة يفتخر بها جميع العراقيين. بالنتيجة هو رجل أمن يؤدي مهام مناطبي، وتعرض الكثير منهم إلى الاختيال ودفعوا ثمن دماء وشهداء. بالنتيجة أنا أعتقد من يحاول أن يستنقص أو يستصغر هذه الصفة عليه أن يراجع نفسه، لأنه هو يطعن بالدولة وبهذه الشرفية التي يحملها هذا الإنسان من أجل الدفاع. زين ليش يقولون عنك هيك؟ يعني هي عبالهم يتصورون أنه قضية تسقيط أو طعن أو محاولة لثلم شيء. بالعكس أتشرف، رجال الأمن هم حقيقة هم من دافعوا وقدموا وضحوا. بالنتيجة هذا الشيء ما يزعجني يعني. دكتور شنو اختصاصك كدكتور؟ أنا دكتوراه في الجامعة العراقية. نعم. خلصت الدكتوراه بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في العراق. نعم. كلية الآداب، كان اختصاصي في الفكر السياسي الإسلامي، كتبت عن الحركات المتطرفة وكتبت عن الفكر المنحرف الذي حاول التكفيريين أن يأخذوه بمنحنى آخر ويفسروه كما يشاءون. هي بالأصل حركات سياسية تتبنى الفكر المتطرف. أي سنة تخرجت أخذ الدكتوراه؟ أنا قبل سنتين. قبل سنتين؟ نعم. دكتور حيدر البرزنتشي، أنت من مدينة برزنتشة بسليمانية. نعم. جابك على محور المقاومة وهاشي العنقلب لا بالعكس، محور مقاومة محور شرف. احنا جدنا هو مقاوم، محمود الحفيد كان يقاوم البريطانيين ايام الاحتلال البريطاني. فهذه جينات وراثية توارثناها. بالنتيجة اي احتلال لبلدي اكيد كل انسان هذا حق كفلته السماء وكفله الدستور وكفله ميثاق الأمم المتحدة. عندما يكون هناك احتلال أو اختلال لهذا البلد على أبناء هذا البلد. أنت كردي لو عربي؟ يعني عذرا عن التسميات بس احنا نعرف يعني. لا هي شوف، أنا احترم جميع القوميات وجميع الديانات وجميع الانتماءات، كلها محل احترام، بس هي يعني توضيح. لا قومية كردية، لكن أنا بالأصل احنا سادة. يعني البرزنتشي هم سادة. يتبع يعني ينحدرون سادة أكراد. إيه هي شوف، كثير من العشائر بسبب الظروف التاريخية في ذلك الوقت، الاضطهاد الذي تعرض له أهل البيت صلوات الله عليهم، هاجروا. هناك سادة في أمريكا، في 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 الأندلس، في المغرب، في كثير. يعني أصلك عربي لو أصلك كردي، يعني السيد هو لازم عربي يكون. هو طبعا ماكو سيد كردي. نعم. ولا أكو سيد فارسي، ولا أكو سيد أفغاني. ولا أكو سيد مثلا مغربي. نعم. بالنتيجة يعني أقصد هي أصول يقينا ترجع للأصول العربية، لكنه إحنا اليوم كقومية كردية وأعتز بهذا الانتماء. قومية كردية، ليش ما اهتميت بالقضايا الكردية؟ ليش؟ ومن قال أنني لا أهتم بالقضايا الكردية؟ لا مثلا احنا ما شفناك حاد في القضايا الكردية مقابل القضايا الأخرى. أكو فرق بين التعصب وبين السلوك الوسطي المعتدل. أنا مع كل قضية عادلة، خصوصا في العراق. الأكراد، القومية الكردية اضطهدت، سلبت حقوقها، استنهكت واستهلكت جميع المفاهيم التي كان يطرحها المقاومون الأكراد، يعني حلبشة، الأنفال، كثير من المآسي، عمليات التهجير القسري اللي تمت. أنا يعني جزء من أقربائي كانوا بنقرة السلمان، وجزء من عندهم استشهد في حلبشة. فبالتالي يعني أنت ولادتك بسليمانية؟ لا ولادتي بغداد. ولادتك بغداد بس أصلك من سليمانية. أصلا سليمانية. طيب أنا بشكل عام الأكراد مضطهدين، لكن أنت لن تهتم بقضايا الكرد حاليا، وربما يعني تهتم بها بشكل عام. أنت الآن نشوفك إطاري، يمكن حتى أكثر من الإطاريين. يعني هي الفكر، الأيديولوجية السياسية ما ممكن أن تتبع في يوم ما القومية. أنا كردي، يجب أن أتبنى الأيديولوجية السياسية للأحزاب الكردية. لا، الحزب حر. تجد أن هناك عرب يؤمنون بالحزب الديمقراطي الأمريكي، وهذه هم مفارقة يعني لبنانيين كذا. فبالتالي الفكر حر. تجد أنه بعض الناس هو من أب وأم مسلمين، لكنه هو مثلا لا يؤمن وجودي، ما يؤمن بوجود كل الخارج. عائلتك تؤمن بنفس فكرك لو فقط؟ لا قطعا أكو اختلاف. نعم. العائلة بها اختلافات،
وفيها وجهات نظر مختلفة، حالها حال كل العوائل العراقية الأخرى وحالها حال كل العشائر العراقية الأخرى، فيها من اليمين فيها من اليسار فيها مثلا. بس يوصفوك متطرف بتبنيك لهذا الفكر اللي أنا أنت به وحاد جدا. خو هذه يعني يقينا عندما أنا أتبنى قضية معينة، أي إنسان يتبنى قضية معينة مقتنع بها وفق الدليل اللي عنده، يكون الدليل اللي موجود عندي ما متواجد عند الآخرين، فبالتالي الآخر يجدني متطرف وهو أيضا متطرف بنفس الوقت في النقد وفي الكلام وفي التوصيف وفي التصنيف. بالنتيجة أكو أنا مو قضيتي قضية شخصية، يعني أنا ما دافع عن شخصي، أنا دافع عن هم أمة. والقضية الكردية بالمناسبة هي نصب عيني وجزء من كياني وجزء من تفكيري. أنت تفصل بين القضية الكردية كشعب وكسياسيين، يعني تتبنى القضية الكردية كشعب؟ طبعا. تعتقد هي قريبة من قضاياك أو اهتماماتك أنت كشخص؟ يعني هي مو فقط، هي جزء من كياني باعتبار أنا جزء من عائلتي، جزء من عمامي تعرضوا لهذا الهتك اللي قام به النظام البائد سواء كان في حلبشة أو في الأنفال. فبالنتيجة أنا جزء من هذه المأساة. وكو قضية أخرى أنا أيضا تعرضت إلى السجن في زمن صدام سياسي، يعني بالمناسبة 6 أشهر أنا بين الأمن وبين المخابرات. على شنو؟ بس مو يعني أنا كنت، كان أحد عمامي توفي فرحت لسليمانية، تدري اللي فوسه بغداد ويروح، بعدين رجعت تم إلقاء القبض عليه باعتبار أنه اعتبروني أنه أنا كنت في منطقة خصوصا سليمانية، سليمانية كانت تختلف يعني حكم الاتحاد، فتصوروا أنه أنا جزء، كانت الأحزاب السياسية المعارضة هناك يعني الدعوة المجلس الأعلى طيف كبير يعني، فبدأوا يحققون بهذا الموضوع، رادوا يكتشفون أنه أنا فعلا كنت جاي من هناك أحمل رسالة أو منتمي أو كنت جاي من الجمهورية. حاليا أنت محلل سياسي لعضو الإطار؟ لا أنا ما عندي صفة رسمية داخل إطار التنسيقي، لكنه مؤمن بهذه الأفكار ومؤمن بوحدة البيت الشيعي ومؤمن بأنه ضرورة أن يكون هناك كيان سياسي يجمع كل الطيف السياسي الشيعي مع اختلافات وجهات النظر، لكن أنا أعتقد بوحدة الصف ممكن أن يقدم. بس هذا تبني، هذا مو تحليل يعني. أنت هو متبني، أنا أقول متبني. أنت مو محلل سياسي. لا هي أكو فرق، أنا ما أحب حط هاي مفردة المحلل. نعم. أكو باحث في الشأن السياسي، بالنتيجة أنا رجل قارئ لما يحدث قريب، دائما ألتقي بكثير من قادة سياسيين وبكل طوائفهم بالمناسبة، مو فقط الشيعة، حتى ما أخذ أو أستقي معلومة من طرف واحد، ألتقي مع الكرد وألتقي مع السنة وألتقي مع القادة السياسيين الشيعة، وكثير من الأحيان يكون إن دور في تهدئة كثير من الأوضاع، بس هذا خارج الكواليس. نعم. لملمة البيوتات همنا هو البلد حقيقة. هسه البعض يقول شنو الفائدة؟ الفائدة أنه الفائدة عامة، مو بالضرورة تكون فائدة أكو مادية أو فائدة بس سياسية. الجهة اللي تتبناها أنت واللي تدافع عنها معتها أخطاء، بس أنت ما تنتقدها. لا شلون، ماكو شيء معصوم. نعم. في السياسة هذا أصل من الأصول السياسية، كل من يعمل يخطأ، وبالنتيجة هم نفسهم القادة السياسيين يقولون إحنا عندنا أخطاء، والخطأ في التعلم أكيد أكو خبرات تراكمية خلال سنوات عدة. هسه ما ممكن أنا أجي أقيس مثلا حزب مؤسس أو تأسس في 40ينيات القرن الماضي مع حزب تأسس في عام 2018 أو 19، أكيد ذاك الحزب إلى امتدادات وإلى تاريخ وعنده هفوات وعنده أخطاء ويتعرض لانشقاقات، فهي الفكر يعني حيوي نمطي متحرك. ما عندك انتقادات للأطراف أو الأحزاب السياسية الشيعية اللي أنت تتبنى فكرها؟ ننتقدهم أمامهم وفي وجودهم ونقول لهم أنه هذه بعض السلوكيات السياسية، لكنه أكو فرق بين أن تنتقد وبين أن تحاول أن تكون صورة أو تكون صورة ذهنية أمام المجتمع. النقد في العلن يختلف عن النقد في الباطن، مرة انتقاد يكون انتقاد بناء، انتقاد لتصحيح المسار، ومرة يكون الانتقاد لا، من أجل جلد ومن أجل التنكيل ومن أجل الاستهداف، وهذا يعني تدخل فيها عوامل ابتزاز
وتعرف حضرتك كثير من ممكن هم ما يسمعون لك اذا تحكي وياهم وجه لوجه، ممكن اذا من خلال وسائل الاعلام يصير راي، يصير ضغط يعني، ممكن تصحح المسار انت مثل ما تنتقد الاطراف الاخرى، ممكن تنتقدهم يعني انت اعلاميا، لا صوتك ممكن يكون مسموع. انا اؤمن بنظريه، انا يعني حقيقه لم نلتقي او لم نجلس مع اي شخص من قاده الاطار بكل يعني بكل توجهاتهم وبكل انتماءاتهم، يعني اكو 11 قياده تقريبا من 9 الى 11 قياده في الاطار، اذا ما نوجه النقد لهم وقد يكون اكثر قساوه من الاعلام عندما نخرج في وسائل الاعلام، ويتقبلون بكل رحابه الصدر ويسجلون، والبعض حقيقه يغيرون، وهذا الشيء يسعدنا انه فعلا اكو قراءه، احنا ناس نلتقي بالناس وجزء من المجتمع، يعني نتفاعل مع هموم المجتمع. قبل فتره كتاب حزب الله نزلوا بيك بيان، وانت وياك اثنين من المحللين، شنو سبب هذا البيان؟ هذا تكتيك لو بالفعل هم تبرؤوا من عندكم وانتم ما تمثلوهم؟ اولا انا لم انتمي لاي جهه سياسيه. نعم. هم جهه عسكريه. يعني هم الان صاروا عسكريه سياسيه بالنتيجه. نعم. هم اخوه واعزاء ومقاومين واتشرف بهم، وبالنتيجه هم انا اعتقد وكما اعلم انه سئلوا عنا خصوصا عني، انه هذا الشخص منتمي لكم، اذا ما منتمي لكم فهم رادوا يبينون وجهه نظرهم انه هذا الشخص ما منتمي لنا، هم قالوا ان هؤلاء الافراد لا يمثلون وجهه نظرنا، وانا اشكرهم طبعا على هذا البيان لانه كشف الكثير للناس الذين كانوا يتصورون واهمين اننا جزء من منتظم سياسي معين. بس لو كانت رؤيتكم مقنعة يعني تبنوها هم وافتخروا بها، ليش هذا الموضوع صار؟ وكون يسألون هم، أنا بالنسبة لي حقيقة أيضا ما أقول تفاجأت، هسه مرة فرحت لأنه كانت أكو أحداث. نعم. وأحداث كبيرة، وهم عندهم وجهة نظر معينة في الأحداث السياسية في تلك الفترة، وجهة نظرهم محترمة، لكن أنا مو جزء من هذا الكيان حتى ألتزم بما يلتزمون به، رجال حر أرى ما يعني يملي علي ضميري، هم وجهة نظرهم صحيح، بيانهم يعني لا أعتقد فيه ما عندك مشكلة بالموضوع أنت، ما عندك أبداً مشكلة أبداً بالعكس. شنو مشكلتك ويا الكاظمي؟ هو يعني خلال فترة حكم الكاظمي شنو تتخذه؟ مشكلتي ويا سلوك السياسي ويا أداء الحكومي مو يا شخصياً، التقينا بكثير من المحافل العامة، رجل يسلم يعني من بعيد، لكن أنا بالنسبة إلي رئيس الوزراء السابق الكاظمي كان أسوأ رئيس وزراء في تاريخ السياسي العراقي. شلون؟ من ناحية الأداء يعني هسه على أقل تقدير نقول من بعد 2003، أولا هناك هدم للدولة العراقية، هناك تمزيق للنسيج الاجتماعي العراقي، هناك فتنة أحدثت أو أحدث فتنة داخل البيت السياسي. حتى شخص مو زين، هو مو بس سياسي يعني، هسه شخص هو زين هو هسه أنا إحنا نتحدث عن أدائه. نعم. كشخص هذا أمر آخر، أنا ما أتحدث بالأشخاص، أحترم الجميع، قضايا الشخصية هو تبقى من يعني من ناحية الشرعية ما ممكن أن نتحدث عن الأشخاص، لأنه ما من حقي أنا يعني مو خصم إلى شخصه، خصم لأداء السياسي. فبالدليل شنو القاطع. شنو أسوأ شيء تعتقده؟ يعني أنت قلت أسوأ رئيس وزراء هو، شنو أسوأ شيء في فترة حكم الكاظمي؟ أسوأ شيء أنه استهدف الحشد الشعبي، أسوأ شيء أنه كان يصمم ويخطط إلى تمزيق البيت الشيعي ولا محاولة الاصطدام بين أبناء الوطن الواحد، وهذا اللي كنا نخاف منه حقيقة، وهذا اللي يعتقد هو كان، أنا أعتقد هو كان موكل له مهمة بأن يحاول أن منو موكل مهمة؟ هكذا أرى أخو، هذا هكذا أرى أنه مهمته كانت الأساسية هو تفكيك منظومة الحشد رغم طيب الإدعاء. ليش ما حاكمتوه هسه حاسبتوه؟ هسه وين راح هو؟ هذه القضايا أنت ليش تستعجل؟ هسه وين راح هو؟ أنا ما أدري به، هو بالعراق خارج العراق؟ يقال أنه حسب معلوماتي خارج العراق، بس بنفس الوقت ما مستعجلين. راح تحاسبه؟ مو أنا يحاسبه، القضاء يحاسبه، القانون يحاسبه، إحنا ما نحاسب، إحنا مجرد ننتقد ونشخص. انتقدتوا وشخصتوا كنتوا معارضين، الآن ليش ما وأتشرف بهذه الحقبة المعارضة حقيقة يعني. الآن ليش ما
أصبحتوا أيضاً معارضين لحكومة السوداني، مقتنعين بها أنتم؟ أنا مقتنع بأداء السيد محمد الشاع السوداني ومؤمن بأنه هذه الحكومة تستطيع أن تقدم شيء، وبالتالي لا أستطيع أن أحكم خلال 40 يوم على حكومة ابتدأت. إذا كان هناك مكامن أو خلل معين في الأداء الحكومي في جزئية من جزئيات الحكومة يجب أن نشخص هذا. أنت مقتنع مسبقاً لأن تتبنى هذا الفكر؟ لا أنا أعرف، ولأن خلصت من الكاظم الجسوداني، لو أنت أصلاً عندك تشخيص. يعني أعرف السيد رئيس الوزراء الحالي أبو مصطفى، هو صديق قديم. نعم. أعرفه من كان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، من كان نائب، كان نائب إحنا استضافيناه كمركز دراسات لمرتين فيما يخص قضية الهواتف النقال، وعدنا علاقة به شخصية. وبالتالي أنا أعرف الرجل يده بيضاء، له هم، يستطيع أن يقدم شيء. بالتالي وقع عليه الاختيار من قبل قادة. يستطيع أن يقدم شيء ويده بيضاء، لكن في ظل ظروف العراق هو قوي وقادر على تقديم اللي أنتم تطمحون له على أقل تقدير، أو الشعب اللي يطمح له. أكو تغيير داخل الكتل السياسية، أكو توجه عام بضرورة التغيير، وهذا اللي يقول لك اللي تحدثنا عنه قبل قليل، أنه ما قيمة النقد إذا لم يكن في الإعلام. النقد اللي إحنا كنا، أو مثلا النقاشات اللي كنا نخوضها مع جميع القادة السياسيين، بأنه المجتمع العراقي يطمح إلى التغيير. فبالتالي اليوم سيد محمد الشياع مخول في اختيار أغلب وزاراته، في الدرجات الخاصة، في الرؤية الاستثمارية، في الرؤية السياسية، في رسم السياسة الخارجية. يعني لم يوفق. شنو اللي بدأ به محمد الشياع السوداني تعتقدون أنتم بأن هو ماضي نحو الإصلاح؟ يعني أكو فشي ملموس؟ هسه أخو إحنا بصراحة إذا تريد أعدد لك إنجازاته خلال 40 يوم. الأبرز يعني. الأبرز هي أهم موضوع أنا بالنسبة لي كمجتمع، يهمني موضوع الفقراء. هذه التحويل جنس الأرض من الزراعي إلى الملك الصرف خلال 20 عام ما حد استطاع من أن يحول هذه الأراضي اللي هي يسكنها المئات الآلاف. هذا ضمن برنامج الحكومي لو بعدين صار فكرة. لا، ضمن برنامج ومنهاج الحكومي حتى في خطوات الاستثمارية. تعرف حضرتك يعني الخطوات الاستثمارية تحتاج إلى وقت، هذا مو تبرير بقدر ما هو تقرير واقع. قضية التعيينات ومحاضرين. بس قضية الدولار اللي هي من أصعب المهمات. شون؟ أصعب مهمة تواجه حكومة السيد محمد الشياع السوداني هي مهمة الدولار. وأنتم كنتم تصيحون حكومة سابقة. نعم، وما زلنا نفس الموقف. لا تتصور موقفنا يختلف أستاذ. أي كنتم تقولون الكاظمي لازم ينزل سعر الدولار، حتى هو السيد السوداني كان عنده تمام تغريدات وتصريحات. صحيح. أي هو ما دغير. اختلف هنا شيء. المشكلة أنه إجى الرجل استلم واقع، هذا الواقع اتفق به مع البنك الدولي الكاظمي، قطع بعض العهود والوعود وارتفع سعر الدولار. يعني الناس استيقظ صباحا وجدت أنه الدولار من 118 إلى 145-48. هذا الارتفاع الفاحش اللي ارتفع أكثر من 20,000 دينار أو أكثر 28,000، ما صارت هذه الضجة، لكن ارتفاع 2000 هذا لا يبرر بالمناسبة. هذا مو معنى احنا نبرر، لكن اكو ابتزاز لهذه الحكومة. 53 اي 153 لا 151 اكو ابتزاز لهذه الحكومة. الابتزاز السابق عصابات والمافيات اللي كانت المصارف اللي كانت متعودة على. هسه انتم جاي تبرروا له؟ لا مو تبرير. خو قولوا الكاظمي كان عنده اتفاقات. ليش قلت الكاظمي عنده اتفاقات؟ ايه؟ بالاضافه الى اتفاقات هناك مافيا داخل الاروقه السياديه اللي هي تعتبر البنك المركزي. راح ينزل الدولار كما وعدتوا الناس في 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 الموازنه القادمه، يجب ان يخفض، لكن انا قلت عندي تصريح سابق انه التخفيض يجب ان يكون تدريجي. ليش تدريجي؟ لأنه أنت تعاملك، تداولك، تعهداتك، شركات. ما قلت للناس تدريجي، قلت لهم لازم ينزل الدولار والناس كيف ومتأملة. لازم ينزل الدولار. أنا مو مختص في الجانب الاقتصادي. نعم. أنا رجل مو اختصاص اقتصادي، بس من سمعت من المختصين قالوا أنه النزول السريع بهذه الطريقة رح يربك السوق. الآن السوق معطلة، الآن مصالح الناس معطلة، لأن أكو ارتباك بالسعر. دكتور راح أعطيك مجموعة شخصيات أنطيني رأيك بيهم. نعم. سيد نور المالكي أبو سراء قدم للعراق وما زال يقدم، وحقيقة تاريخ السياسي هذا الرجل أنا أفتخر به. سيد حيدر العبادي. سيد حيدر العبادي في مرحلة ما
استطاع أن يتجاوز كثير من العقبات. أنا ما أتفق معه في كل سياساته واقعا، أنا يعني في وجهه أقول له، لكنه استطاع أن يتخطى العراق في زمنه أزمة اقتصادية وحقيقة كبيرة. أيضا الشيخ قيس الخزعلي، الشروق الأصيل الحبيب، هذا الإنسان اللي أنا أعتقد به اللي يشيل هم كل العراقيين، يتخلى عن كل المسميات وعن كل الذاتيات اللي قد تكون بعضها طبيعية. اليوم الرجل الشيخ قيس يحمل هم وطن كامل. السيد محمد الحلبوسي، السيد رئيس مجلس النواب، أيضا عندي نقد عليه لأنه يتحدث بطريقة وبأسلوب، خصوصا في لقاء الأخير، واقعا أفكاره ما كانت أفكار رئيس مجلس النواب، كانت أفكار جهوية. ممكن توصفه يعني وصف سياسي ناجح ذكي. ذكي استطاع أن يعرف من أين تؤكل الكتف وكيف يتعامل في الواقع السياسي، ولكن بنفس الوقت أنا أعتقد أنه أخطر سياسي على العملية السياسية. على العملية السياسية وعلى الشيعة؟ لا، على الشيعة. على الشيعة والعملية السياسية معا. سيد مسعود برزاني، الرجل حقيقة قائد، أحترم توجهاته، يعتبر من القيادات الكردية من الطراز الأول، عنده وجهات نظر ليدافع عن قضية الكردية، وما زال يدافع عن هذه القضية، عنده حضور وعنده جمهور وفاعل سياسي أساسي. سيد الكاظمي، آخر باختصار، سيد الكاظمي صفت حكومته أسوأ حكومة. سيد الكاظمي كشخص كرئيس وزراء، هفوا منها فوات الزمان وعلى حين غرة أصبح رئيس وزراء، رجل لا يمتلك أي مؤهل حتى يكون رئيس وزراء. دكتور حيدر البرزنجي، شكرا جزيلا لك. حياك الله وبيان. وأيضا شكرا لكم مشاهدينا على حسن الإصغاء، في أمان الله.